نتعرف باسم حضرتكم وما هو مجال عملكم واختصاصكم؟ محامي الدكتور أسامة البيطار، مستشار قانوني وأمين عام الاتحاد العربي للملكية الفكرية. شكرا. كيف رأيتم مؤتمر التراب والقائمين على التنظيم، وهل لديكم أفكار جديدة لتطوير هذا العمل؟ في الحقيقة الشروع بفكرة المنظومة القانونية لتراب فكرة رائدة بين أن تجمع ما بين الاقتصاد وما بين القانون والتشريع، فنحن نعمل الآن على هذا الموضوع كمنظومة قانونية متوحدة مع الجانب الاقتصادي لفكرة التراب بحد ذاتها، ونقدم الاستشارات القانونية سواء الفورية أو لاحقا الاستشارات المدروسة لكل دولة حسب قطاعها وحسب الاختصاص. فهذا الجانب الريادي في تراب في الحقيقة أعطى دفعة كبيرة لكل مشروع أو فكرة تراب بحد ذاتها. شكرا. هل تريدون توجيه كلمة لتركيا وكذلك لجمعية تراب من خلال هذا المؤتمر؟ بتشكر تراب على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الأفكار الريادية. الشكر لدولة تركيا على دعمها للاستثمار ودعمها أيضا للاستثمار سواء في تركيا أو في الدول العربية، وهذا العلاقات التاريخية الطويلة ما بين تركيا والبلدان العربية يجب أن تستثمر بشكل جيد، وأعتقد بأنه الوضع الحالي والحكومة والرئيس أردوغان قائمين على هذا الجانب بشكل رائع. بالتوفيق للجميع. شكرا لحضرتكم وشرفت حضورنا.